البرايمري تريتمنت، واهم حاجه في البرايمري تريتمنت اللي هي بتاثر على السكندري تريتمنت اللي هو البرايمري سيدمنتيشن تانك، خزان الترسيب الابتدائي. وخزان الترسيب الابتدائي لو هو موجود في الفلو لاين بتاع المعالجه بيبقى بيزيل زي ما بنقول حوالي 30% من البي او دي، يعني المواد العضويه، و 50% من المواد العالقه اللي هي السسبندد سولت. النهارده بقى هنكمل محاضره رقم 13 اللي هي بيولوجيكال تريتمنت. البيولوجيكال تريتمنت هنتكلم على زي ما قلنا في انواع لها كذا نوع. هنتكلم على الاكتيفيتد سلاج بروسيس اللي هي المعالجه اللي بتستخدم الحمأة النشطه. في النوع ده من المعالجه بيتم استخدام الكائنات الحيه وامدادها بالهواء بحيث انها تتغذى على المواد العضويه اللي هي موجوده داخل مياه الصرف وتثبتها وتحولها لصوره غير ضاره وكائنات حيه. يبقى الغرض البيربوس بتاع الاكتيفيتد سلاج هي استابلايز اورجانيك ماتر، هي تثبيت المواد العضويه وجعلها ثابته او غير ضاره. زي ما انتم شايفين دي صوره بالميكروسكوب للكائنات الحيه الموجوده في مياه الصرف، بتبين كميه الكائنات الحيه وانها متجمعه ومكونه الفلوكس اللي هو بنسميه هنا اكتيفيتد سلاج. يبقى احواض التهويه احنا بننزل لك شريحه كده بتشرح العمليه انها بتعتمد على تنشيط المايكرو اورجانيزم الكائنات الحيه في اللي هي البكتيريا الأوروبيك بكتيريا اللي هي بتعتمد على الأكسجين بمياه الصرف، بنشطها إن احنا بنمدها بالهواء اللي لازم لها وبنمدها بالغذاء الموجود في مياه الصرف، فهي بتتغذى على المواد العضوية الموجودة في مياه الصرف بتحولها لمواد ثابتة وكائنات حية أخرى. الفلو دايجرام بتاع محطة أو المعالجة البيولوجية زي ما احنا شايفين بيتكون من حاجتين، البيولوجيكال رياكتور والفاينل سيتلينج تانك اللي هو خزان الترسيب النهائي. يبقى بيدخل سولف أورجانيك مواد عضوية دايبة وكولايد سوليد ومواد عالقة تدخل على البيولوجيكال رياكتور بيحصل لها تتحول الى مواد البكتيريا بقى بتتغذى عليها في وجود الهواء او الاكسجين وبتنتج لي ستيبل ماتر مواد ثابته ونيو بكتيريال سيل كائنات حيه جديده. بتروح على الفاينل سيدمنتيشن تانك بنرصب بقى الكائنات الحيه من البكتيريا والستيبل ماتر مع الميه بتخرج فما تضرش البيئه. المياه اللي بتخرج من السكندري تريتمنت او البيولوجيكال تريتمنت المرحله ديت بيتم التخلص منها في المصرف ولا يتم استخدامها. يبقى المرحله ديت عباره عن حاجتين، بيولوجيكال رياكتور اللي هو الحوض اللي بيتم فيه التفاعلات البيولوجيه اللي البكتيريا بتتغذى فيها على الملوثات، والسيتلينج الفاينل سيتلينج تانك او خزان الترسيب النهائي اللي بيتم ترسيب بقى الكائنات الحيه اللي اتكونت في المرحله اللي قبل كده. الصوره اللي هي موجوده تحت برضو ان هي بتقول لي ادي الفلو دايجرام للبيولوجيكال او السكندري تريتمنت، الميه اللي داخله الانفلونت تدخل على البيولوجيكال رياكتور بيتم التفاعلات ما بين البكتيريا والمواد العضويه بتتغذى عليها في وجود الاكسجين، وبعد كده بتروح فاينل سيدمنتيشن بنرصب البكتيريا وبنسميها حمأة نشطة اكتيفيتد سلاج. وعشان نسرع عملية المعالجة فاحنا بنعمل إعادة لجزء كبير من البكتيريا الحية بحيث انها تتغذى على الملوثات بسرعة ونقلل حجم الإيريشن تانك. يبقى الأوبجيكتيف أوف بيولوجيكال تريتمنت الغرض من العملية البيولوجية أول حاجة أو هي إزالة أول حاجة الديسولفت أورجانيك ماتر المواد العضوية الدايبة والكولايدر سوليد المواد العالقة.
التايب اوف اكتيفيتد سلاج بروسيس، انواع الاكتيفيتد سلاج. عندنا الاكتيفيتد سلاج دي ان احنا بنستخدم الحمض النشط اللي هي البكتيريا في انها تتغذى على الملوثات. اول حاجه الكونفينشن اريشن اللي هي بتستخدم النظام التقليدي اللي هو الكونفينشن. تاني حاجه الاكستندد اريشن. تالت حاجه الاكسديشن ديتش. في انواع كتير قوي بتستخدم الحمقه النشطه، فبس هدول اشهر ثلاث انواع: النظام التقليدي اريشن اكتيفيت كونفينشن اريشن اكتيفيت سلاج، والاكستندد اريشن اكتيفيت سلاج، والاكسديشن ديتش برضو اكتيفيت سلاج. هنشوف الفلو لاين بقى للبيولوجيكال تريتمنت او السكندري تريتمنت. قلنا بيتكون من حاجتين: الاريشن تانك والفاينل سيدمنتيشن. الفلو لاين بقى للاكتيفيت سلاج بروسيس، زي ما قلنا البرايمري سيدمنتيشن تانك ده يتبع البرايمري تريتمنت، بيبقى داخل له تصرف مقداره كيو، بيخرج منه كيو. هنتكلم عندنا ثلاث حاجات اساسيين: عندنا كيو عند اللي هو التصرف، وبعدين هنقول التصرف هنديله رمز لو اختلف بيدل على مكان التصرف ده خارج منين او كميته ايه. هنتكلم على اس اللي هي تركيز المواد العضويه الدايبه، وهنديها رمز برضو حسب مكانها. هنتكلم على اكس اللي هو تركيز الكائنات الحيه اللي هي البكتيريا او المايكرو اورجانيزم الموجوده في النظام، وهنديها برضو رمز. فبنتكلم هنا بنقول ان التصرف اللي داخل بقى، هنتكلم على الاريشن تانك اللي هو الرمز مكتوب اي تي. الكيو هيدخل له تصرف مقداره كيو. تركيز الغذاء الموجود فيه اللي هو التلوث اللي هو البي او دي اللي هو اس نوت. زي ما قلنا الاس تركيز المواد العضويه، وتركيز المواد العضويه او التلوث ده بيعبر عنه بالبي او دي او البيولوجيكال اوكسجين ديماند. طيب يعني يبقى الرمز بتاعه تركيزها اس نوت. تركيز البكتيريا بقى اللي داخل المحطه اكس نوت، اللي هي تركيز الكائنات الحيه اللي جايه مع مياه الصرف، وده بيبقى تركيز صغير. والاس نوت بيبقى اعلى تركيز اللي هو تركيز المواد العضويه اللي داخل المحطه، وده اللي انا عاوز ازيلها. هتدخل في الاريشن تانك، هيبقى تركيز البكتيريا اكس، وتركيز وحجم الخزان فيه، وتركيز المواد العضويه داخل الخزان اس. هيتم في خزان الريشن تانك العمليه البيولوجيه، والبكتيريا تتغذى وتكون لي كائنات حيه، وتتكون عندي الكائنات حيه دي تحول لاكتيفيت سلاج. فالتصرف اللي هنلاحظ هنا اللي خارج هيبقى كيو، نفس التصرف اللي داخل، بس عندي بقى في حاجه اسمها كيو ار. ايه كيو ار؟ احنا قلنا في الفاينل سيدمنتيشن تانك بنرسب البكتيريا اللي هي الاكتيفيت سلاج، وبنعمل اعاده لجزء منها بحيث نزود عدد البكتيريا في الايريشن تانك. فكيو ار اللي هو تصرف الاكتيفيت سلاج او الحمقه المعاده اللي هي البكتيريا المعاده، يعني التصرف المعاد بقى اللي بنرجعه بنسحبه من اسفل الفاينل سيدمنتيشن تانك وبنعمل له اعاده لحد ما يدخل الايريشن تانك، ده كيو ار اللي احنا شايفينه تحت. يبقى الكيو ار اللي هو تصرف اللي احنا بنعيده من الحمقه للإيريشن تانك. فيبقى اللي داخل الإيريشن تانك عبارة عن كيو زائد كيو آر، يبقى اللي خارج منه كيو زائد كيو آر. طيب داخل له إكس نوت تركيز البكتيريا اللي جاية مع المياه الخام، وده تركيز قليل، والتركيز الحمقى المعادة اللي هو الإكس أندر فلو ده هيدخل، فالاثنين هيدخلتوا مع بعض هيديني التركيز إكس اللي أنا عاوزه عشان يتغذى على المواد العضوية. فالبكتيريا تتغذى على المواد العضويه وتنزلها، وهتوصل للدرجه اللي هي اس اي اللي هو الغرض اللي منها الغرض ان انا بعمل له المعالجه، يعني بعمل عمليه المعالجه دي عشان اوصل للاس اي. يبقى الاس اي دي تركيز الغذاء او المواد الملوثه الخارجه من الحوض، ودي اللي انا بحققها وفقا لقانون 48 بتبقى في حدود ما تزيدش عن 60 ميلي جرام على اللتر. بعد كده المية هتدخل الفاينل سيدمنتيشن تانك، هتترسب الحمقة اللي هي البكتيريا، والمية الرايقة هتخرج من الهضار. فالتصرف المية الرايقة هيساوي كيو ناقص كيو ويست. ايه كيو ويست؟
انا قلنا هنعيد جزء من الحمأة او المياه من اسفل الفاينل سيديمنتيشن تانك. طب الجزء الزياده احنا بناخده بنعالجه ونجففه ونستخدمه السماد اللي انا مش عاوزه، عشان لو البكتيريا زادت يبقى هيبقى هتعمل مشكله في المحطه. فاحنا بنعيد جزء بالظبط، هنقول بنحسبه بقى في المحاضره دي وهنقول عليه. طب والجزء اللي بنتخلص منه هو الكيو ويست. طيب يبقى الكيو ويست ده يبقى تصرف الخارج بقى من الفاينل سيدمنتيشن تانك اللي هيترمي في المصرف اللي هو الافلنت، عباره عن الكيو ناقص الكيو ويست. تركيز الميه اللي هتترمي في المصرف هيبقى تركيز المواد العضويه الاس اي اللي هو وفقا للقانون اللي انا عملت عمليه المعالجه عشانه، والاكس اي اللي هو تركيز البكتيريا الخارجه منها، وبيبقى رقم صغير جدا فبنضيف كلور نقتله. يبقى الاكس اي البكتيريا اللي هي خارجه بقى مع الميه اللي هتترمي في المصرف، لكن اغلبيه البكتيريا بتترسب في القاع. طيب عشان برضو نعرف، لا يبقى عندنا فكره كده عن البكتيريا وتركيزاتها. اللي هي جايه مع المياه الخام ديت بيبقى تركيزها 30 40 مللي جرام على اللتر. المفروض ان الاريشن تانك عشان البكتيريا التركيز المناسب عشان يتغذى بيبقى من 2000 ل 5000 مللي جرام على اللتر. يبقى تركيز البكتيريا في الحوض اللي هو حوض الاريشن بيبقى بيتراوح من 2000 ل 5000، اللي داخل مع الميه 30 50 مللي جرام. طب هنجيب الزياده دي منين؟ قلنا بنعمل اعاده للبكتيريا من الفاينل سيديمنتيشن تانك ونخلطها مع اللي داخله. طب البكتيريا اللي هي بسحبها من الفاينل سيديمنتيشن تانك من اسفل دي بتتراوح ما بين 10000 ل 15000 مللي جرام على اللتر. يبقى تركيز عالي جدا من البكتيريا ال 10000 مثلا ل 15000 بخلطه مع ال 50 فبنسب محدده بيديني قيمه الاكس اللي انا عاوزها اللي هي من 2000 ل 5000. يبقى ده بس نبقى عندنا فكره عن البكتيريا. طب اللي خارج بقى الاكس اي اللي خارج من الافلنت ده برضه بيبقى 30 40 50، فبيبقى عدد قليل جدا بنضيف ماده مطهره ديسنفكشن زي الكلور بتقتله. طب الغذاء بقى بيبقى تركيزه قد ايه؟ هنقول ان الاس نوت ده حسب درجة التلوث، درجة تلوث المياه المنزلية قلنا بتتراوح من 200 ل 400. طيب يبقى الاس نوت اللي هو البي او دي هيمشي خلال المحطة وهيخرج المطلوب، المحطة هتزيله تزيل حوالي 90% فيخرج حوالي من 20 ل 50 مللي جرام على اللتر. يبقى اللي هو ده الجزء اللي لا يضر بمياه المصرف. يبقى ده فلو لاين لعملية المعالجة بواسطة الحمأة النشط. زي ما قلنا الكيو بترمز للتصرف، الاس بترمز لتركيز المواد العضوية أو التلوث، الاكس بترمز للبكتيريا. عندنا احنا كاتبين تحت كده بنقول الكيو أندر فلو اللي هو التصرف اللي هو خارج من الفاينل سيدمنتيشن اللي بسحبه من أسفل الفاينل سيدمنتيشن تانك. ده عبارة عن الكيو ار اللي هي التصرف اللي بنعمله ريسيركوليشن او ريتيرن اللي بنعمله اعادة للريشن تانك، والكيو ويست الجزء اللي احنا بنتخلص منه. في حد له اي سؤال او استفسار في الجزء ده؟ لان هو ده هنبني عليه بعد كده التصميم. في اي سؤال؟ يا دكتور مفيش اي ترسيب للمواد العضويه في الفاينل سيدمنتيشن تانك؟ ما هو الفاينل سيدمنتيشن تانك بيرصب بقى المواد، ما هو وظيفته. بس ايه هي المواد اللي داخله اس اي طلع منه اس اي برضه؟ يعني معنى كده ان هو ما تاثرش بيه خالص. ما هو احنا بنعتمد على ازاله المواد العضويه كلها في الاريشن تانك. الفاينل سيدمنتيشن تانك ده عباره عن عمليه ترسيب فقط. فانا لو انت فاكر احنا كنا بنتكلم في البرايمري سيدمنتيشن تانك ده كان بيرسب جزء من المواد العضويه اللي هي القابله للترسيب وهي تقريبا 30%. طيب بقيه المواد العضويه غير قابله للترسيب، لو البكتيريا ما اتغذتش عليها هتخرج مع الميه عادي. فاحنا بنعمل الجزء اللي ممكن يترسب في الفاينل سيدمنتيشن تانك. يبقى الفاينل سيدمنتيشن تانك ده عباره عن انه بيرسب لي الحمأة البكتيريا والمواد الثابته اللي اترسبت
وبتخرج الميه فيها الجزء المتبقي بعد الايريشن. ده اللي انا ايه بعمله. فما لوش علاقه الفانل سيدمنتيشن تانك بازاله الايه المواد العضويه. تمام. الجزء ده احنا ممكن تاني يا دكتور الجزء ده تاني يا دكتور عشان كده بس نلم الحته دي تاني معلش. ماشي. انا كتبت لك الكلام ده كله، كتبت لك الاس نوت اللي هو الديسولفت بي او دي انفلنت اللي هو الداخل الريشن تانك، الاس اي الديسولفت افلنت بي او دي، الاكس التوتال ماس اوف مايكرو اورجانيزم اللي هو موجود في الريشن تانك ومسميه ميكسد ليكويد فولاتايل سسبندد سوليد، والاكس اندر فلو والاكس. يعني انا شارح لك الرموز بالظبط. هنشرح اللي بيتم ايه. الرسمه بتاع المحطه ظهرت رجعت تاني عندكم ولا لا؟ ايوه تمام. طيب انا عندي الميه هتخرج من البرايمري سيدمنتيشن تانك، هتدخل على الاريشن. في نقطة مهمة جدا عشان هنعرف بعد كده هيبقى في فرق. الكونفينشن اريشن اكتيفيتد سلادج بيبقى فيها الطريقة التقليدية فيها برايمري سيدمنتيشن تانك. الاكستندد اريشن التهوية الممتدة والاكسجيشن ديتش اللي هي قنوات الأكسدة ما فيهاش برايمري سيدمنتيشن تانك. طب ده هيفرق ايه معايا؟ لو انا الميه بتاع المدينه التلوث اللي موجود فيها قسته لقيته بيقول لي البي او دي اللي هو الاس بيساوي 400. لو في برايمري سيدمنتيشن تانك هيشيل من 400 كام؟ زي ما قلنا بيشيل 30% من 30%. تمام. يبقى 30% في 400 يبقى هيشيل 120. يبقى اللي هيدخل الريشن تانك كام من 400؟ 280. يبقى لما اجي اصمم الريشن تانك اصممه على حمل عضوي 280. طب انا قلت لك المحطه اكستندد ريشن او ما فيش برايمري سيدمنتيشن تانك، يبقى اللي هيدخل الريشن كام على طول؟ 400. يدخل 400. دي نقطه مهمه جدا، لان لما بنجيب لك مساله ممكن اقول لك ايه كونفينشال يبقى عارفين برايمري سيدمنتيشن هنشيل 30%. لو قلنا انها اكستندد ريشن، في ناس بقى متعوده ان يشيل ال 30% يروح شايلهم، لا هنقول ما فيش برايمري سيدمنتيشن تانك يبقى كل الحمل العضوي هيدخل الريشن. طيب يبقى احنا دلوقتي وصلنا لاول الريشن تانك، التصرف اللي داخله كيو، تركيز المواد العضويه اس نوت، تركيز البكتيريا هي تركيز البكتيريا اللي جايه من المجاري وهي في حدود 30-50 ملي جرام على اللتر. هتدخل الريشن تانك، تركيز البكتيريا ده قليل فعاوز وقت كبير عشان يتغذى، فاحنا قلنا بنعمل اعاده للبكتيريا اللي هي تولدت واللي رسبناها في الفاينل سيدمنتيشن، بيبقى تركيزها حوالي 10-15 الف ملي جرام. هتتخلط مع ال50 هيديني قيمه اللي هي انا عاوزها عشان اشغل اريشن تانك من 2000 ل 5000. يبقى تركيز البكتيريا في الاريشن تانك من 2000 ل 5000، البكتيريا الميه تقعد حوالي 3 ل 8 ساعات البكتيريا تتغذى على المواد العضويه وتكون لي خلايا جديده من البكتيريا. هاخد الميه بعد ال 8 ساعات او ال 5 ساعات هتخرج من الاريشن تانك بتصرف مقداره كيو زائد كيو ار. كيو ار اللي هي الريتيرن اكتيفيت سلادج اللي هي تصرف الحمأة المعادة اللي هي البكتيريا اللي انا عدتها من الفاينل سيدمنتيشن. تركيز المواد العضوية خلاص بعد ما البكتيريا اتغذت اللي هو الاس اي، خلاص ده اللي انا عاوزه. انا عامل محطة عشان التلوث يبقى 50 ملي جرام على اللتر اللي هو البي او دي، يبقى خلاص يبقى الاس اي 50، يبقى بصممها على 50. عاوز 40 بصممها على 40. تركيز البكتيريا هيخرج بقى اللي هو التركيز اللي هي اللي هو ال 2000 او ال 5000 يدخل في الفاينل سيدمنتيشن تانك، هتترسب خلايا البكتيريا والميه الرايقه هتطلع من السطح. الميه الرايقه عباره عن تصرفها كيو ناقص تصرف الجزء اللي انا باخده من الحمأة اعمله تجفيف، وتركيز الفود او التلوث الاس اي اللي هو انا عاوزه من الاصل اللي انا بصمم المحطه عليه اللي هو مثلا 40، والاكس اي اللي هو تركيز بعض
الخلايا البكتيريا اللي بتفلت وتطلع، وده بيبقى تركيز صغير 50 100 وهكذا، فده بنضيف له كلور ونقتله. طيب الميه اللي انا بسحبها من اسفل الفانل سيدمنتيشن تانك ما ينفعش اعملها اعاده كلها للاريشن تانك، لان هتديني كميه بكتيريا اكتر من الغذاء، فالبكتيريا هتموت وهتتغذى على بعض فهتعمل روائح ومشاكل في المحطه. فانا بعيد الكميه اللي انا عاوزها اللي هي قلنا من 2000 ل 5000 حسب ما انا بقرر في حساباتي. طب الجزء الزياده من البكتيريا بناخده نعمل له معالجه وتجفيف ونحوله لاسمنت تركيب. طب التصرف بتاعه اللي انا الجزء اللي انا بجففه ده كيو ويست، وتركيز البكتيريا فيه اللي هو تركيز البكتيريا اللي انا ساحبها من اسفل الفاينل سيدمنتيشن تانك اللي هي 10 15000 ملي جرام على اللتر. يبقى ده دوره المعالجه بتاع الاكتيفيست لارج، ودي الرموز بقى اللي هي ذكرناها. طيب البكتيريا بقى دي زي ما احنا بنقول عشان تشتغل عاوزه اكسجين، والاكسجين ده بنجيبه منين؟ من الهواء. طب في طريقتين لامداد البكتيريا بالاكسجين في الاحواض اللي هي التايب اوف ايريشن. اول حاجه الديفيوز اير سيستم اللي هي استخدام الهواء بوسط المضغوط، او السيرفيس ايريتور استخدام هوايات سطحيه او ميكانيكيه. الايريشن باي ديفيوزر اللي هو بواسطه الهوايات او بواسطه الهواء المضغوط. هنبص ده على الشمال، ده حوض بيبان لي الشكل اثناء عمل الحوض، الميه بتتقلب في الهواء هو باين من التقليب فهي الهواء على السطح، فالهواء بيعمل تقليب للبكتيريا فبيخليها سسبندد او علقه في الميه، يعني مخلوطه مع الميه على طول، فالبكتيريا بتاخد الاكسجين من اللي هي عاوزاه من الهواء وتتغذى على المواد العضويه. شكل الاريتور ده هنبص لها مجموعه مواسير زي ما احنا شايفين، وفي مجموعه ناشرات ديفيوزر موجوده محطوطه على كامل مسطح القاع او قاع الحوض، فبنضخ الهواء بواسطه اير كومبريسور او بلاور بكميات محدده فبتعمل عمليه تقليب للميه. يبقى ده واللي موجود ده تحت ده شكل الايه الديفيوزر اللي هي ناشرات الهواء. يبقى اول حاجه بنمد البكتيريا بالهواء عن طريق الهواء المضغوط. النوع الثاني الاريتور او السيرفيس اريتور استخدم هوايات سطحيه. لو بصينا على اليمين كده فوق في الشكل اللي هو يمين هتلاقي مديلي ادي شكل الهوايه ومتعلقه في كوبري، بنعمل كوبري من الخرسانه بتتعلق فيه الهوايه دي وتبقى على سطح الميه، بنلاقي فيها مجموعه يعني سنون كده، فلما بتلف بتعمل تقليب للميه وتخلطها مع الهواء، يعني بتخلط الهواء مع الميه. هنبص ادي الشكل اللي في الشمال فوق وبقيه الاشكال بيديني ادي هوايه مثلا موجوده وشغاله، فلما بتلف بتعمل تقليب للهواء، بتسحب هواء من الهواء الجوي وتقلبه مع الميه، فبتعمل تقليب للميه، تفضل البكتيريا برضو ان سسبنشن في حاله معلقه وبتاخد الهواء الاكسجين من الهواء اللي هي عاوزاه. يبقى دول النوعين اللي احنا بيتم بيهم الامداد بالهواء. البكتيريا جروس يعني نمو البكتيريا، الكلام اللي احنا قلناه ان احنا البكتيريا بتنقسم انقسام ثنائي اللي هو الباينري فيشن. الخليه الواحده بتتحول بكم تو سيل او بتنقسم، يعني البكتيريا بتتكاثر ازاي؟ ان الخليه الواحده بتنقسم الى خليتين، وبعد كده كل خليه من الخليتين بتنقسم الى خليه اخرى وهكذا، فبنسمي ده الانقسام الثنائي. الانقسام ده ممكن يحصل في ايام وممكن يحصل في اقل من 20 دقيقه. يبقى لو انا وفرت البكتيريا الغذاء والهواء فهي خليه البكتيريا بتنقسم لخلايا اخرى، ده تكاثر البكتيريا، فبالتالي الخليه الواحده لو احنا قلنا انها بتاخد 30 دقيقه عشان تنقسم، لو هي قعدت 12 ساعة وموفر لها الغذاء والأكسجين فهتنتج لي 16 مليون خلية. تخيل كده إن عندك خلية واحدة
في خلال 16 ساعة انقسمت إلى 16 مليون خلية. ده في حالة توفر إيه؟ الغذاء اللي هو المواد العضوية وتوفر الأكسجين اللي هو من الهواء. يبقى ده بيدينا صورة عن الاكتيفيس لارج أو البكتيريا أو الكائنات الحية الموجودة اللي هي بتتغذى على الملوثات. يبقى عندي خلية واحدة بتتحول لو انقسمت كل 30 دقيقة في خلال 12 ساعة هتديني 16 مليون خلية. المنحنى اللي قدامنا ده اللي هو الجروس كاراكترستيك كيرف اوف بكتيريا، منحنى نمو البكتيريا. عندي المنحنى ده في حاجتين، الخط اللي هو موجود في اسفل ده مكتوب بيوماس، ده بيمثل الكتله الحيه مع الوقت. يبقى انا عندي الافقي الوقت والراسي التركيز. طب انا عندي البيوماس بيديني المنحنى بتاعها كميتها مع الوقت، والمنحنى الثاني اللي هو السبستريت اللي هو تركيز المواد العضويه. البكتيريا احنا لها كذا طريقه لتصنيفها، يعني ممكن البكتيريا نجيب حجم من الميه، نقطه ميه، وتحت الميكروسكوب نعد العدد الخلايا البكتيريا، فده بنسميه العد البكتيري. بس احنا في شغلنا بقى الكلام ده يعني مش هيبقى زي ما نقول مش هيبقى عملي، فاحنا بنستخدم بنقول الكتلة الحية، بنحسب البكتيريا بالوزن، يعني البكتيريا بنحسبها كوزن، فبالتالي بنسميها كتلة حية أو بايو ماس. يبقى البكتيريا والكائنات الحية الموجودة اللي بتعمل عملية البيولوجيكال تريتمنت بنستخدمها وبنرمز لها بوزنها، ففي الحالة دي بنسميها البايو ماس. يبقى أنا عندي كمية البكتيريا، فهنبص نلاقي المنحنى ده بيديني مراحل نمو البكتيريا. أول مرحلة اللي هي الليك فيز، الليك فيز ديت المرحلة اللي هي في الأول لو البكتيريا لسه داخل الوسط وهتدخل حوض التهوية، فبتحتاج لوقت عشان تتأقلم على نوع المواد العضوية الموجودة، وبعدين تشوف هتفرز لها أي إنزيمات ومحتاجة لها إيه، فبتاخد وقت كده بيبقى معدل النمو بطيء. بعد كده البكتيريا بيبقى تأقلمت على الوسط وعلى المواد العضوية الموجودة ودرجة الحرارة والكلام ده، فهتبدأ تنمو وتتكاثر، فبتنمو بمعدل سريع اللي هو بنسميه اللوغاريتميك فيز أو اللوغاريتميك فيز، اللي هي المرحلة اللوغاريتمية للنمو. البكتيريا بتنمو بمعدل سريع بنسميه exponential growth phase اللي هو النمو الأسي للبكتيريا، يعني البكتيريا بتنمو بمعدل سريع. البكتيريا بقى في خلال نموها السريع ده بتتغذى على المواد العضوية، فنلاقي منحنى المواد العضوية بدأ يقل جدا، فنوصل نبدأ في مرحلة stationary phase، مرحلة ثبات معدل النمو. البكتيريا بقى الغذاء قل، مفيش كمية غذاء للبكتيريا عشان تنمو، فعددها هيثبت لفترة محددة، يبقى الغذاء يدوب على قد الكائنات الحية الموجودة، فمش هيحصل تكاثر وانقسام للبكتيريا، فهتبدأ ثابتة تقريبا. بعد وقت الغذاء خلاص هينتهي، فتبدأ البكتيريا مش هتلاقي غذاء تتغذى عليه، تبدأ خلايا البكتيريا يا إما هتتغذى على خلايا بكتيريا أخرى أو هتتحلل وتموت، لأن مفيش غذاء لها تعيش، فهنلاقي المنحنى ده بيقل. المنحنى ده بقى الغرض منه إيه؟ إن بيبين لي مراحل المعالجة. فأنا في مرحلة المعالجة هل الأفضل إن أنا أبدأ في الخزان من مرحلة الليك فيز والبكتيريا تتأقلم والكلام ده، ولا أبدأ في مرحلة نمو سريع أو في مرحلة الثبات؟ غالبية المعالجة بتتم يا إما في مرحلة اللوغاريتميك فيز اللي هي مرحلة النمو السريع أو الستيشنري فيس مرحلة ثبات معدل النمو. يبقى طب ده أنا بوصل للمرحلة دي إزاي؟ زي ما قلنا بعمل إعادة لجزء من البكتيريا تدخل خزان، البكتيريا خلاص موجودة قبل كده متأقلمة على درجة الحرارة وعلى
نوع المواد العضويه بعمل لها عاده بعدد كافي انها تبقى في مرحله الاستيشنري فيز، فانها تتغذى بقى على المواد الملوثه الموجوده وتنهيها في اقصر وقت، يبقى تاخد وقت صغير اللي هو وقت الاستيشنري فيز ده، فبالتالي هنقلل حجم خزان التهويه. لكن انا لو هشتغل من اول الليج فيز هبص الاقي لحد ما اوصل للاستيشنري فيز هلاقي خدت وقت كبير، فالميه فده يؤدي ان انا عاوز حجم خزان كبير وكميه هواء كبيره، ويبقى في عمليه غير اقتصاديه في انشاء الحوض وغير اقتصاديه في تشغيل الحوض. هنيجي بقى على الديزاين اوف اكتيفيتي سلاج اللي هو تصميم النظام الحمى النشط. زي ما احنا شايفين الفلو لاين ده بيعتمد ان انا بجيب الميه بتيجي من البرايمري كلاريفاير خزان الترسيب الابتدائي تدخل ريشن تانك، بمدها بالهواء يا اما بالاير ديفيوزر او بالهويات. هيبقى عندي تركيز المواد العضويه احنا هنا بنسميه فود، يبقى التلوث بقى عباره عن غذاء للبكتيريا، فالتلوث الموجود بنرمز بنقول انه بقى فود، فبيبقى اف الرمز بتاعه اف، يبقى اف جاي من الفود. تركيز المواد الكائنات الحيه اللي هي المايكرو اورجانيزم بنرمز لها برمز ام، فبيبقى في عندي نسبه بتتحكم في عمليه المعالجه اللي هي نسبه الغذاء الى الكائنات الحيه. يبقى انا لو عندي غذاء كتير وكائنات حيه قليله، فبالتالي عمليه التنقيه او المعالجه هتاخد وقت كبير. لكن لو عندي كميه الغذاء يعني كميه الكائنات الحيه المايكرو اورجانيزم انا زودتها، فبالتالي نسبه الفود على المايكرو اورجانيزم بقت نسبه صغيره، هنبص لها البكتيريا هتتغذى في وقت سريع والعمليه هتبقى افضل. يبقى الفود ده هو اللي بيرمز له البي او دي، يبقى البي او دي هو عباره عن الفود، والام اللي هي تركيز المايكرو اورجانيزم الموجود. يبقى الحاجات الاساسيه بقى لما نيجي نصمم عشان نصمم الكي كاراستريستيك، اول حاجه في حاجه اسمها الميكسد ليكوار سسبندد سولت، ده مصطلح بيطلق على تركيز المواد الصلبه العالقه في حوض التهويه سواء كانت عضويه او غير عضويه. يبقى الميكسد ليكوار سسبندد سولت ام ال اس اس، وده بيرمز لتركيز المواد العالقه في حوض التهوية سواء كانت بقى عضوية أو غير عضوية، بكتيريا ومواد عضوية يبقى ده بيرمز لها. تاني حاجة عندي وده بيتراوح من 2000 ل 5000 وده اللي بنظبطه عشان نعمل عملية الايه، بنظبط بقى الميكسد ليكوال سسبندد سوليد اللي هو تركيز البكتيريا، يعني هو عبارة عن تركيز البكتيريا وفي بعض المواد غير العضوية. طب ايه بقى تركيز البكتيريا؟ ميكسد ليكوار فولاتايل سسبندد سوليد الام ال في اس اس، يبقى ده تركيز المواد العالقه اللي هي القابله للتحلل اللي هي بيعتبر مؤشر للبكتيريا الموجوده في الحمأ، يبقى وده بيساوي من 7 من 10 ل 8 من 10 من الام ال اس اس. يبقى أنا عندي حاجة اسمها الميكسد ليكوار سسبندد سوليد وده بيرمز للمواد العالقة في خزان التهوية، وغالبا المواد العالقة في خزان التهوية بتبقى الكائنات الحية. الميكسد ليكوار فولاتايل سسبندد سوليد وده بيرمز لكمية البكتيريا الموجودة في الحوض. يبقى ده أول حاجة نبقى عارفين. عندي حاجة تانية اسمها الفوليومتريك لودنج، معدل التحميل الحجم، برضه في التصميم التهويه حجمه فيه، يبقى حجم حوض التهويه هنقول 1000 متر، بحمله كميه مواد عضويه عشان يعمل لها
دكتور صوت حضرتك اختفى خالص. الدكتور تقريبا النت عنده فصل يا حمدي. تمام يا باشمهندس علوان. حبيبي يا عم حمدي محترم. حبيبي. النت خرج قطع من عندي علشان نرجع تاني. تمام يا يعني للاسف كله يقول لك اونلاين اونلاين وانا والنت يعني بيضحكوا علينا. يعني المفروض يا دكتور الدكاتره واصله يعني في البلد، المفروض يعني ما يقطعوش عنكم النت. لا هو كلنا تحت المواطنين السواسي. يبقى هدينا لو تعرف حد في السنترال ولا حاجه تدينا توصل. ماشي حاضر. انا عامل وصلتين يعني عشان ما يقطعش، لكن للاسف الاثنين ساعات بيقطعوا مع بعض يعني. ما لهمش امان يا دكتور والله. احنا كنا واقفين عند الشريحه اللي هي موجوده ديت. ايوه تمام، بس جيبها من الاول بقى يا دكتور لحسن، كان صوتك بيقطع في اولها كده. يا ريت فعلا يا دكتور. ماشي ماشي. الميكس ليكوار سسبندد سوليد اللي هو مصطلح او زي ما انا كاتب كده بيعبر عن المواد الصلبه العالقه في الماء سواء عضويه او غير عضويه، قابله للتحلل غير قابله للتحلل، وده في حوض التهويه. طيب ايه اللي بيعبر بقى على تركيز البكتيريا بالظبط؟ اللي هو الميكسد ليكوار فولاتايل سسبندد سوليد اللي هو تركيز الكائنات الحيه الموجوده. يبقى الميكسد ليكوار فولاتايل سسبندد سوليد ده بيساوي من 7 من 10 ل 8 من 10 من الميكسد ليكوار سسبندد سوليد. الميكسد ليكوار سسبندد سوليد ده بيعبر عن تركيز المواد العالقه في حوض التهويه، وده بيشمل ايه؟ البكتيريا، وفي بعض المواد غير العضويه موجوده معاه. طب البكتيريا بتمثل قد ايه من المواد العالقه؟ 70 ل 80%. يبقى ديت الميكسد ليكوار سسبندد سوليد او الميكسد ليكوار فولاتايل سسبندد سوليد. هنيجي بعد عامل تاني من عوامل التصميم اللي هو الفوليومتريك لودنج اللي هو معدل التحميل الحجمي. يعني انا بحمل الخزان المتر المكعب من الميه كام كيلو جرام مواد عضويه في اليوم. يعني انا عندي مثلا الخزان سعته 1000 متر مكعب، بحمله كام كيلو جرام مواد عضويه او كام كيلو جرام بي او دي او كام كيلو جرام فود. زي ما احنا اتفقنا ان الفود البي او دي المواد العضويه ده مصطلح واحد بيدل على مقدار التلوث. فانا عاوز اقول ان انا بحمل الخزان قد ايه، يبقى عباره عن كميه المواد العضويه خلال اليوم مقسومه على حجم الخزان، يبقى كيلو جرام بي او دي لكل متر مكعب في اليوم. ده الدليل بتاعه. طيب الفوليومتريك لودنج كميه المواد العضويه الموجوده خلال اليوم هنحسبها ازاي؟ عباره عن التصرف اللي هو في اليوم، انا هتصرف المحطه 10000 متر مكعب في اليوم، وتركيز البي او دي او الفود او التلوث الداخل اللي هو الاس نوت. يبقى عندي الاس نوت مثلا زي ما قلنا تركيز التلوث او بتاع البي او دي عباره عن 200 مللي جرام على اللتر او 2 من 10
كيلو جرام ملي جرام على اللتر او 2/10 كيلو جرام على المتر المكعب، هضربها في 10,000 متر مكعب في اليوم، هيديني الكمية كذا كيلو جرام. أقسمها على حجم الخزان اللي هو 1000 متر مكعب مثلا، يقول لي إن عندك الكمية بتساوي 2/10 كيلو جرام بيودي لكل متر مكعب في اليوم. ده معدل التحميل الحجم. والكود والتكست بوك بتدي قيم له، بس احنا نعرف ازاي ونعرف ازاي نحسبه. هنيجي لتاني حاجة، ودي اهم حاجة في عملية التصميم، الفود تو مايكرو اورجانيزم ريشيو، نسبة الغذاء الى الكائنات الحية. وزي ما قلنا الغذاء اللي هو الفود ده عبارة عن التلوث، وبنرمز للتلوث برضو ب اللي هو التلوث من المصدر بالبي او دي. طيب نسبه بقى لو قسمنا الفوت ومايكرو اورجانيزم، هي عباره عن الابلايد بيولوجيكال لود اللي هو الحمل البيولوجي اللي انا بعمله كيلو جرام في اليوم، على الكميه الكائنات الحيه الموجوده في الحوض. يعني انا بقسم كميه زي ما قلنا في الفوليومتريك لودنج، كميه المواد العضويه عباره عن التصرف مضروبة في تركيز المواد العضوية الاس نوت، يبقى دي الكمية في اليوم. طب انا عندي كمية بكتيريا في الحوض قد ايه؟ يبقى حجم الخزان، وانا قلت تركيز البكتيريا من 2000 ل 5000، انا اقول مثلا 3000 ملي جرام على اللتر، يعني 3 كيلو جرام لكل متر مكعب. اضربهم في حجم الخزان 3 كيلو جرام ال 1000، يبقى عندي 3000 كيلو جرام بكتيريا موجودة في الخزان. طب داخل لي مواد عضوية قد ايه؟ يبقى انا عندي 2/10 اضربها في التصرف الداخل في اليوم، يبقى ادتني كميه المواد العضويه، اقسمها على البكتيريا هيديني حاجه اسمها ايه؟ فود تو مايكرو اورجانيزم ريشيو. يبقى الفود راديشنري بيعتمد على البي او دي، وساعات بنعتمد على السي او دي. الام اللي هو البيوماس، اللي ساعات بنحسبها ميكسد ليكوال سسبندد سوليد او ميكسد ليكوال فولاتايل سسبندد سوليد النسبه. الفود تو مايكرو اورجانيزم ريشيو بيتراوح من 1/10 ل 4/10 كيلو جرام بي او دي لكل كيلو جرام فولاتايل سسبندد سوليد اللي هي البكتيريا في اليوم. يبقى انا لو انا واحد مثلا يقول لي طب الفود مايكرو اورجانيزم الافضل ازود الفود ولا يعني المايكرو اورجانيزم ازودها ولا يعني انا لو عندي كيلو جرام فود اجيب له كيلو جرام مايكرو اورجانيزم ولا اجيب له 10 كيلو جرام؟ يبقى انا لو كل ما زود البكتيريا هتتغذى بسرعه، يبقى نسبه الفود ومايكرو اورجانيزم كل ما تقل بيبقى افضل. بس لو قلت عن حد معين هيبقى كميه بكتيريا كبيره جدا، مش هتلاقي فود، فهتتغذى على نفسها فهتعمل لي مشاكل في ترسيب الحمل. فالبي او دي الفود ومايكرو اورجانيزم ريشيو نحسبه ازاي؟ زي ما احنا البي او دي كيلو جرام لكل متر مكعب، نضربه في الانفلنت فلو ريت اللي هو التصرف الداخل، هنقسمه على الرياكتور سوليدز اللي هي تركيز الكائنات الحيه الموجوده في الخزان في رياكتور فوليوم اللي هو الحجم. يبقى الاس نوت في الاكتو نوت تديني كميه المواد العضويه، والاكس اللي هي البكتيريا تركيزها في حجم الخزان يديني كميه الكائنات الحيه. نقسم كميه المواد العضويه على كميه الكائنات الحيه يديني الفود تو مايكرو اورجانيزم ريشيو. هنلاقي مثلا الجدول هنا بيديني الرينج بتاع الفوت ومايكرو اورجانيزم، بيديهولي كيلو جرام بيوديل كل كيلو جرام ميكسد ليكوال سسبندد سوليد في اليوم. فهنلاقي الاكستندد ديليشن من 3% ل 8/10، 8/10 الاثنين الكونفنشال اكبر من 2 في الهاي ريت. يبقى دي نسب بناخدها في التصميم لما نيجي نصمم البيولوجيكال تريت. هنيجي حاجة تانية اسمها المين سيل ريزيستنس تايم، اللي هي زمن
بقاء البكتيريا في النظام. يبقى انا عندي الكائنات الحيه، لو انتوا فاكرين لما كنا جايين في بنتكلم في الفلولاين اللي هو موجود ده، لو بصينا للصوره بتاع الاكتيفيتي سلادج سيستم، احنا قلنا البكتيريا الميه بتدخل ونعمل اعاده لجزء من البكتيريا يدخل الخزان، وبعد كده يمشي يروح الفاينل سيديمنتيشن يتم ترصيبه ونعمل اعاده. طب الكائنات الحيه ديت او الخليه ديت معدل بقائها في النظام قد ايه؟ مش معقوله هتقعد لما لا نهايه، يبقى هي بتقعد لوقت معين. الوقت ده عباره عن ايه؟ انا عندي كميه البكتيريا الموجوده وعندي جزء انا باخده اللي هو الويست اكتيفيتي سلادج بتخلص منه، يبقى انا عندي كميه مثلا هنقول الكميه الموجوده 1000 كيلو، انا بتخلص كل يوم من 100 كيلو، يبقى البكتيريا بقى هتقعد قد ايه في النظام؟ يبقى ال 1000 على ال 100 يبقى هتقعد مثلا 10 ايام، يبقى خليه البكتيريا زمن بقائها في النظام هتبقى 10 ايام. يبقى المين سير ريزيستنس تايم هو ده زمن بقاء خليه البكتيريا في النظام. وبنحسبه ازاي؟ عباره عن كميه البكتيريا كلها اللي هي موجوده في الخزان، عباره عن حجم الخزان في الاكس مقسومه على الجزء اللي انا بتخلص منه اللي هو الكيو ويست في الاكس اندر فلو. يبقى ده بيديني السيتا سي، بس السيتا زي معدل بقاء البكتيريا في النظام. هنيجي بعد كده على الهيدروليك ريتينشن تايم، زمن بقاء المية اللي هو كنا بنقول عليه التي قبل كده، اللي هو التي زمن بقاء المية في خزان التهوية. هنا بقى بنسميه سيتا فقط، يبقى السيتا سي لما زودنا عليها سي بقى دي زمن بقاء البكتيريا. السيتا هي زمن بقاء الميه في خزان التهويه. طيب الميه بتقعد قد ايه؟ اللي هو عشان نجيب الحجم، حجم خزان التهويه زي ما قلنا بيساوي كيو في بتساوي الكيو في التي اللي هو زمن البقاء، يبقى الكيو في السيتا. السيتا دي بتتراوح ما بين 4 ل 20، بتتراوح من 6 ل 24 ساعة حسب النظام ده كونفينشال ولا اكستندد. والسيتا سي بتتراوح ما بين 4 ل 20 برضه حسب النظام كونفينشال ولا اكستندد. ديزاين اوف اكتيفيتد سلادج، عشان نصمم بقى الاكتيفيتد سلادج هنيجي عندي الفود زائد الاكسجين زائد النيترانت اللي هي المواد المغذيه اللي هي المواد يعني عندي الفود دي المواد العضويه الملوثه، بيبقى في الميه برضو بعض المواد المغذيه بالاضافه للغذاء، فبينتج لي في وجود البكتيريا هينتج لي ثاني اكسيد الكربون غاز الميثان الامونيا NH3 زائد نيو بايوماس كائنات حيه جديده وبعض المنتجات. يبقى ده عمليه اللي بيتم في الايريشن تانك. يبقى الايريشن تانك ان الغذاء مع الاكسجين مع وجود البكتيريا بتحول لثاني اكسيد الكربون و NH3 وكل حيه جديده او كائنات حيه جديده وبعض المواد الناتجه. تركيز بقى الاكس اللي هو البكتيريا في الخزان بيزيد مع زمن البقاء في الخزان. طيب عاوز اجيب حجم الاريشن تانك، يبقى في الفوليوم اوف رياكتور اللي هو الاريشن تانك هيساوي الواي. ايه هو الواي ده؟ يعني انا عندي حجم الخزان عشان اجيبه، هو ممكن اقول فيه بيساوي كيو في تي لو انا اعرف زمن البقاء، او انا بجيبه بحيث ان هو يديني الزمن الحجم الكافي للبكتيريا عشان تتغذى على الملوثات وتحولها للاس نوت. يبقى الواي ده باسمه حاجه اسمها اليلد كوفيشنت. اليلد كوفيشنت ده بيقول لي ان الكيلوغرام من
الكتلة الحية اللي هي البكتيريا عشان يعني عشان انتج كيلو جرام من البكتيريا، انا عاوز كام كيلو جرام غذاء. يبقى انا قلنا البكتيريا بتتغذى على المواد العضويه تحول لخلايا. طب وقلنا هنا بنمثل البكتيريا بوزنها يبقى بكتله. طب انا لو عاوز انتج كيلو بكتيريا اكلهم بيودي قد ايه او ادي لهم غذاء قد ايه؟ يعني لو كيلو جرام هل معقول هينتج من كيلو جرام ولا ينتج من هيتغذى على كذا كيلو جرام؟ في حد معايا؟ يا باشمهندسين حضرتك يا دكتور محمد، يعني انا دلوقتي عندي عاوز انتج كيلو جرام بكتيريا، وفرت الغذاء ووفرت الاكسجين، يبقى الكيلو جرام ده هينتج من قد ايه غذاء؟ هل هينتج من اقل كيلو جرام غذاء ولا اكتر من كيلو جرام؟ اقل من كيلو جرام. اكتر من كيلو جرام. اكتر ازاي بقى اقل؟ يعني انت اكلت 10 كيلو في خلال شهر وزدت 2 كيلو، ولا هتاكل 10 كيلو وتزيد 20 كيلو؟ البكتيريا كده، هتاكل 5 كيلو مثلا او 4 كيلو وهتزيد كيلو. فده في معامل اسمه اليلد كوفيشن، ده بيقول لي ان الكيلو جرام الواحد من البكتيريا ينتج من كذا كيلو جرام غذاء. فبنقسم الكلام ده على بعضه فبيديني معامل اسمه اليلد كوفيشن، وده بيساوي من 4/10 ل 8/10 كيلو جرام على كيلو جرام. يبقى ده اسمه اليلد كوفيشن. يبقى الكيلو جرام الواحد من البكتيريا بينتج من كام كيلو جرام من الايه؟ من الغذاء. يبقى ادي الواي. السيتا سي اللي قلنا زمن بقاء البكتيريا في النظام، الكيو اللي هو التصرف اللي داخل الخزان، مضروب في الاس نوت اللي هو تركيز المواد العضويه الداخله اللي انا عاوز ازيلها اوصلها لايه؟ لاس اي. يبقى انا داخل لي مثلا 300 وعاوز الخارج 30، يبقى 300 ناقص 30. داخل لي 400 وعاوز الخارج 30، يبقى 400 ناقص 30، وهكذا. يبقى الحجم ده انا بحدده حسب درجة التنقية اللي انا عاوزها. طيب الاكس اللي هو الميكسد ليكوير سسبندد سوليد اللي هو تركيز البكتيريا في الحوض، وده بيتراوح زي ما قلنا من 2000 ل 5000. في 1 زائد الكي دي انتجينس ديكاي ريت اللي هو معدل فناء البكتيريا، يعني ده معدل كده بناخد مياه الصرف بنعمل لها تحاليل في المعمل فبنطلع معامل كده اسمه كي دي اللي هو الانديجينيوس ديساي او ديكاي ريت اللي هو معدل فناء البكتيريا، وده بيتراوح من 4% ل 8% دي ماينس 1. يبقى عشان اجيب حجم الخزان هبدا اعوض، يبقى الكي الواي ده ثابت هنقول نص، والكي دي 5%. السيتا سي دي حسب دي كونفنشنال هاخدها مثلا 10، الكيو هو التصرف الداخل، الاس نوت تركيز المواد التلوث اللي هو بتاع المدينه من المايه اللي جايه داخل الحوض، الاس اي المفروض اللي هو التلوث الخارج اللي بعد المعالجه، على الاكس تركيز البكتيريا في الحوض في الواحد زائد الكي دي في الدي سي. يبقى كده جبنا حجم الايه؟ الخزان. قبل كده احنا اتكلمنا على السيتا سي ازاي بنحسبها، عباره عن يبقى انا عندي الفي في الاكس على الكيو ويست في الاكس اندر فلو وهكذا. وجبنا الحجم، الشريحه دي مكرره. هنيجي بعد كده عاوزين نعمل في الشكل اللي احنا شايفينه ده، احنا بنعمل اعاده اللي هي الكيو ار نسبه من الميه اللي بنسحبها من اسفل الفاينل سيديمنتيشن تانك. طب انا عاوز احسب كميه الميه المعاده، طب ايه اللي هتفيدني كميه الميه المعاده؟ هتفيدني في حساب تركيز البكتيريا اللي انا عاوزه في الاريشن تانك. يبقى بعمل ريسيركيليشن
إعادة للمية اللي أنا بسحبها من أسفل الفاينل سيديمنتيشن تانك بحيث أن أنا أعيدها إلى الإيريشن تانك. بعيدها عشان إيه؟ عشان تركيز الأكسجين في الإيريشن تانك يبقى إكس. هنبص نلاقي الريسيركوليشن فلو. لو بصينا لخزان يعني أنا كتب لك القيم بتاعتهم الآر نسبة الإعادة كيو آر على الكيو، والكيو آر عبارة عن الكيو في الإكس ناقص الكيو ويست في الإكس أندر فلو على الإكس أندر فلو ناقص الإكس، دي نسبة. طب لو عاوزين نحسبها، لو جبنا الفاينل سيديمنتيشن تانك وقلنا التلوث اللي داخله كيو زائد كيو آر واللي خارج منه كيو ناقص كيو ويست زي من الفلو لاين اللي احنا كنا جايبينه قبل كده، وتركيز البكتيريا اللي داخله له اس اي واكس والغذاء اس اي الخارج اس اي والاكس اي اللي انا بسحبها من اسفل كيو واكس اندر فلو وكيو ار والاكس اندر فلو، يبقى لو عملنا توازن للي داخل البيوماس اللي داخله واللي خارج من الفاينل سيديمنتيشن تانك يبقى الداخل بيساوي الخارج، اللي يبقى الانفلنت بيوماس اللي عباره عن الكيو زائد الكيو ار في الاكس تركيز البكتيريا اللي داخله بيساوي الإفلنت بيوماس اللي هي الكيو ناقص الكيو ويست مضروبه في الاكس اي زائد اللي هي السلادج ويست اللي بنتخلص منه، يبقى الجزء اللي انا بعيده اللي هي الكيو زائد الكيو ار مضروبه في الاكس اي اندر فلو اللي هو الجزء اللي انا بسحبه كيو تبقى كيو ويست، بس هنزود بس الحته دي انا اعدلها وانزلها لكم اللي هي الكيو ويست زائد الكيو ار كيو ويست زائد الكيو ار مضروبه في الاكس. انا عندي الاكس مثلا قلنا بتساوي من 2000 ل 5000، الاكس اندر فلو من 10000 ل 15000، الاكس اي بتساوي 50 ملي جرام، فقيمة صغيرة جدا فبنهملها نعمل لها، فتبقى المعادلة اللي عندي الكيو زائد الكيو ار مضروبة في الاكس بتساوي الكيو ويست زائد الكيو ار في الاكس اندر فلو. هنحلها بقى هتديني المعادلة، يعني انا نكمل بقى حل الكلام ده نضربه في الاكس والاكس اندر فلو ونجمعهم ونطرحهم وفي الاخر هنوصل للعلاقه الكيو ار بتساوي الكيو في الاكس ناقص كيو ويست في الاكس اندر فلو على الاكس اندر فلو ناقص الاكس. الريسيركوليشن ريشيو اللي هي نسبه الاعاده هتساوي كيو ار على كيو، يبقى ده اثبات الريسيركوليشن ريشيو. ومن ضمن الاسئله يعني اللي بتتكرر كتير بروف الريسيركوليشن ريشيو، يعني احنا مثلا في الامتحان اما بنجيب لك مساله من المسائل دي بنديك العلاقه بتاعه الفي اللي هي بتاع الحجم دي بتبقى جيفن اللي هو الحجم الريشن تانك بتساوي الواي في 6 سي كيو في الاس نوت ناقص الاس اي على الاكس في الواحد زائد الكي دي في 6 سي، يبقى العلاقه بتاعه الحجم دي جيفن الثيتا سي. دي بقى ملخص للعلاقات اللي احنا هنصمم بيها الاكتيفيتي سلادج سيستم. السي ده سي ديت انت بتحسبها عباره عن تركيز المواد تركيز البكتيريا الموجوده في النظام كله اللي هي الفي في الاكس اللي هي في حجم الخزان في تركيز البكتيريا على كميه البكتيريا اللي انا برميها الكيو ويست في الاكس اندر فلو، يبقى السي ده سي احسبها بالطريقه دي. الهيدروليك ريتينشن تايم زمن البقاء سيتا بيساوي حجم الخزان على الكيو نوت. الفود تو مايكرو اورجانيزم ريشيو بنحسبها ازاي؟ مش هتبقى معطى، يبقى المعطى الوحيد عندي اللي هو الفي كميه المواد العضويه الداخله الاس نوت في الكيو نوت على الاكس كميه البكتيريا الموجوده في الخزان اللي حجم الخزان في تركيز البكتيريا فيه. الفوليومتريك لودنج اللي هو معدل التحميل الحجمي كمية المواد العضوية كلها اللي الكيو في الاس نوت مقسومة على حجم الخزان. ريسيركوليشن ريشيو ديت الكيو ار على الكيو. الكيو ار ديت ممكن نجيبها لك اثبات. يبقى يجي لك بروف ريسيركوليشن ريشيو
مش هتبقى جفن. فبالتالي هنروح جايين رسمين الرسمة اللي فوق ديت بتاع الفاينل سيديمنتيشن تانك، هنقول اللي داخل واللي خارج، واللي داخل بيساوي اللي خارج، وفي الآخر نستنتج القانون. يبقى ده إثبات من ضمن الإثباتات اللي هي ممكن تجي لك في الامتحان. القوانين ديت نحفظها أو نفهمها، يعني لو فهمنا مثلا السيتا سي عبارة عن كمية البكتيريا في خزان التهوية، يبقى حجمه في تركيز البكتيريا على الجزء اللي أنا بتخلص منه اللي هي الكويست في الإكس أندر فلو. الهيدروك ريتينشن تايم طبعا اللي هو السيتا تي بيساوي الفي على كيو، الفود تو مايكرو أورجانيزم كمية الغذاء الموجود في الحوض اللي هو الاس نوت في الكيو نوت على كمية الكائنات الحية الفي في الإكس. الفوليومتريك لودنج كمية الغذاء الكيو في الاس نوت على حجم الإيريشن تانك. الآر هي كيو آر على كيو. هنيجي بعد كده بقى اما نيجي نصمم، عندي انواع التايب اوف اكتيفيت سلاج سيستم. اول نوع اللي هو الكونفينشال اكتيفيت سلاج، والكونفينشال اكتيفيت سلاج ده قلنا النوع اللي موجود فيه برايمري سيديمنتيشن تانك، يبقى فيه بيتم ازاله 30% من المواد العضويه و50% تقريبا من المواد العالقه، والفلو لاين بتاعه هو الفلو لاين الموجود قدامنا ده، يبقى هو الفلو لاين العادي اللي احنا شرحناه قبل كده. طيب لما نيجي نصمم بقى ايه الحاجتين الاساسيين اللي احنا نعرفه لازم نكون عارفينهم ومحافظينهم؟ السيتا سي بتاعته معدل حياه البكتيريا بتساوي من 4 ل 15، يبقى اقول متوسط كام؟ 10. السيتا زمن بقاء الميه فيه من 3 ل 8 ساعات، قول للمتوسط 5 او 6 ساعات. يبقى دول الحاجتين اللي انا هحفظهم. ممكن ما اديكش السيتا سي في المساله، فلو هي كونفينشال هتفرض السيتا سي مثلا من 4 ل 15 نقول 10. طيب النوع ده بيعتمد ايه؟ ونخلي بالنا ان البرايمري سيديمنتيشن تانك بيشيل 30% من البي او دي، يبقى لما نيجي نعوض بالاس نوت يبقى نخصم 30% من تركيز المواد العضويه اللي داخله المحيط. النوع الثاني اللي هو الاكستندد ايريشن اكتيفيتد سلاج اللي هو التهويه الممتده، والنوع ده ما فيهوش برايمري سيديمنتيشن تانك، هو نفس الفلو لاين بس شلنا البرايمري سيديمنتيشن، يبقى التصرف اللي داخل او تركيز المواد العضويه هتدخل بالكامل. يبقى لو عندي 300 يدخل 300، 400 يدخل 400. طب ايه اللي هيفرق في التصميم؟ انا شلت البرايمري سيديمنتيشن تانك فانا هكبر حجم الايريشن تانك، يعني برضو وده بيستخدم الاكستند ديريشن دي فين؟ مع التصرفات الصغيره في قريه صغيره مثلا او مدينه صغيره، تصرف صغير البرايمري سيديمنتيشن تانك هيكلف 10 15 مليون. طب ما انا اوفر 10 15 مليون واكبر الايريشن تانك شويه، يبقى بستخدمها مع الاكستند ديريشن مع التصرفات الصغيره، بعوض البرايمري سيديمنتيشن تانك بايه؟ ان انا ازود حجم الايريشن تانك، فلما بزود حجمه يعني زمن بقاء الميه فيه بيزيد، فبدل ما كان من 4 ل 8 ساعات هيبقى هنا من 18 ل 24 ساعه. والبكتيريا قالوا البكتيريا برضو معدل بقائها في النظام هيزيد، بدل من 5 ل 15 لا هتبقى من 20 ل 30 يوم. فده الفرق الوحيد ما بين الاثنين. فلما نيجي نصمم برضو نحفظ السيتا سي هنقول لها 20 مثلا، والسيتا 20 ساعة، ونجيب حجم الخزان. دول النوعين الأساسيين. آخر حاجة اللي هي الفاينل سيتلينج تانك، خزان الترسيب النهائي. خزان الترسيب النهائي هو نفسه خزان الترسيب الابتدائي، هو نفسه خزان الترسيب بتاع المية تقريبا بنفس الأبعاد، قطره 35 ل 40 إذا كان دائري، طوله من 40 ل 50 إذا كان مستطيل، أقل عدد من الخزانات 2، العمق بيتراوح يوصل لحد 5 متر، زمن البقاء 2 ل 3 ساعات وهكذا. يبقى هو نفسه الخزان الموجود في البرايمري سيديمنتيشن والموجود في الغرض منه اللي هو كرافاينج ذا ويست ووتر، اللي هو تنقية المية
وإزالة المواد العالقة كلها. ترسيب السسبندد مدى المواد العالقة اللي هو اللي أنا هاخدها اللي هي الكائنات الحية وأعمل بيها عملية الإيه؟ الأكسدة للمواد العضوية. يفضل في الفاينل سيدمنتيشن تانك إنه يبقى دائري، يعني إحنا ممكن نعمله ريكتانجل أو دائري، بس الفاينل سيدمنتيشن تانك في أغلبية المحطات وإحنا بنصممه نفضل إنه يبقى دائري. ديزاين كريتيريا بتاع الفاينل سيدمنتيشن، ديزاين بيريد من 1.5 ل 3 ساعات، زمن البقاء، الريت في سيرفيس لودنج من 30 ل 45 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم، السوليد لودنج معدل التحميل المواد اللي هي السوليد المواد العالقه من 3 كيلوغرام اذا كان في حاله الافريج فلو، 8 كيلوغرام لكل متر مربع في الساعه في حاله البيك فلو. معدل مرور الميه برضو على هضاب المخرج ما يزيدش عن 600 متر مكعب لكل متر طولي في اليوم، عمق الخزان من 2 ل 5 متر، اقصى قطر 35 متر، اقل عدد من الخزانات 2، السرعه الافقيه زي ما احنا اتكلمنا برضو في الميه اقل من او يساوي 3.10 متر في الدقيقه. دي الرسمه بتاع الفاينل سيدمنتيشن تانك، هو نفس الرسمه بتاع الرسومات اللي قلناها قبل كده، وده شكل الفاينل سيدمنتيشن تانك في الطبيعه. يبقى كده احنا خلصنا الجزء بتاع الاكتيفيتي سلادج والفاينل سيدمنتيشن تانك. فبتجي لك بالنسبة له المسألة هيبقى عندك في الشيت، هو يحل لك كذا مسألة في الشيت، بتصمم الريشن تانك وتجيب حجمه ونقول لك صمم الفاينل سيدمنتيشن تانك وبنديك بقى السيرفيس لودنج. يعني أنا هنوفر عليك ما تحفظش الكلام ده اللي هو بتاع السيرفيس لودنج أو السوليد لودنج ده، وهنديك إيه السيرفيس صممه على سيرفيس لودنج كذا. يبقى دي مسألة مضمونة وبتيجي في الامتحان، عندك الشيت هيبقى فيه مجموعة من المسائل هتحلها، المسائل اللي هتيجي في الامتحان مش هتخرج عن مسائل الشيت. يبقى الجزء بتاع الصرف انت عندك هيبقى فيه مسألتين، المسألة الأولانية زي ما قلنا المرة اللي فاتت للبرايمري تريتمنت، تصميم كل الوحدات بالتفصيل، هيبقى A و B و C و D و F مثلا، بداية من التشامبر، الابروت شانل، السكرين، الجريت لموفل، الفاينل البرايمري سيدمنتيشن تانك. يبقى دي سؤال. السؤال الثاني هنقول لك صمم ريشن تانك او محطة معالجة سكندري تريتمنت، وهنديك التصرف وبعض البيانات ونقول لك صمم. وصمم الفاينل سيدمنتيشن تانك اذا كان السيرفيس لودنج بتاعه او السوليد بيساوي كذا. يبقى ده جزء بتاع الصرف مسالتين ومضمونين، لو انت حليت الشتين بتوعها يبقى مسائل مضمونه. يعني احنا كده يعني هو في كان في جزء كمان بتاع الاتاتشد بتاع التريكلينج فلتر للمرشحات الزراطيه، فمش هنديها بقى اللي هم هيدخلوا المشروع ان شاء الله، هنديهم الجزء بتاعها ونديهم جزء الصرف ده بتوسع شويه. لكن بالنسبه لوقتنا والظروف اللي احنا موجودين فيها مش هنزود عن كده، احنا بدانا متاخر الترم وبرضه بنقفل بدري شويه. اي سؤال دكتور؟ دلوقتي يا دكتور احنا عايزين بس ثلاث حاجات من حضرتك. عايزين اول حاجه درجات الميد ترم، حضرتك كنت قلت لنا هنزلها لكم الاسبوع اللي فات. انا هنزلها لكم على طول دلوقتي. طيب الحاجه الثانيه عاوزين يعني نعرف كده الامتحان جاي ايه فيه بالظبط، نتكلم عن الامتحان توتال مش الصرف بس. يعني الامتحان زي ما قلنا ادي قلنا على مسالتين دلوقتي من الامتحان اللي هو البرايمري توصل مسالتين المعالجه الاوليه واللي احنا خدناه النهارده. تمام. طب بالنسبه للجزء الاولاني بقى ايه اللي هيجي لنا، هيجي لنا فيه ايه بالظبط؟ الجزء الاولاني النظري انا عندي طبعا البوبوليشن ده هيبقى مساله داخله في الانتيك،
يبقى مسألة الانتاج دي مسألة هتجيلك مسألة كده كده. إذا كانت جاية لك مسألة مثلا، أنا مش فاكر اللي كانت جاية في المتر، كانت جاية لنا شور، هتجيلنا بايب مثلا، ممكن يجي لك إيه بايب. تمام ماشي، يبقى دي مسألة. تمام. المسألة الثانية هتبقى تصميم بقى فيها هنقول الجزء بتاع السلو ميكسينج. تمام. هيجي عندك، انت خدته نوعين، النوع اللي هو الفلاكوليشن البافلت. تمام. هيجي لك مثلا مسألة. تمام. وهنديك المعادلة بتاعته. تمام كويس. يبقى جبت الجزء بتاع الميكانيكال، هتجي لك مسألة، وعشان الظروف برضو بتاعتك يبقى المسألتين بتاع البافل وبتاع الميكانيكال هتيجي من الشيت. تمام. زي مسألة الشيت. تمام. بالنسبة للجزء بتاع الرابت ده والألم سوليوشن، ده هيبقى يعني جزء تبع المسألتين دول. يعني أقول لك نفس التصرف، صمم بقى الألم سوليوشن تانك واحسب كمية الألم وصمم الرابت ميكسينج تانك، يعني جزء بسيط كده، ده ما فيش مشكلة. من ضمن مسألة يعني. تمام. من ضمن المسألتين اللي هم إيه، اللي هم بتاع البافلد والميكانيك. تمام. هيبقى في مسألة تاني هتبقى فيها الفلتريشن. الفلتريشن زي ما انت شايف تصميم الفلتر ما فيش فيه مشكلة، يعني ده جزء صغير جدا، السيرفيس اريا بتساوي الكيو على ريت اوف فلتريشن، مش كده؟ جبنا حجم السيرفيس اريا بتاع الفلتر وجبنا ابعاد، هنحسب كميه مياه الغسيل، يبقى الريت اوف واشنج بيساوي الخمسه الريت اوف فلتريشن، وانه نحسب الكميه وزمن الغسيل 10 ل 12 دقيقه، جبنا حجم كميه المياه الغسيل. تمام. يبقى دي جزء صغير. مع الجزء ده هنجيب مساله بقى على الستورج. مش كده يبقى كتير بقى كده يا دكتور؟ احنا كده بنتكلم في اربع مسائل ومسالتين في الصرف كده، سته من غير كده كتير. انا هنسال، انا بقول لك اللي هيجي وبعدين انا هبسط لك المسائل، يعني عشان انت تشوف امتحانات السنين اللي قبل كده وانت تعرف الامتحان في ايه. المسائل بقى الاستورج. تمام. هل انتوا حليتوا في الشيت اللي فاتت؟ بلاش الليفيتيت يا دكتور. حليته يعني؟ احنا لسه مش عارفين اصلا الليفيتيت. الليفيتيت رخم يا دكتور، بلاش الليفيتيت. هو الشيت نفسه لسه ما نزلش يا دكتور من المعيدين، فاحنا لسه اصلا ما حليناش حاجه خالص في الاستورج. استنى انت عموما من هنتكلم بالنسبه للاستورج. يبقى هناخد هنجيب جزء صغير بتاع الجراوند تصميم. تمام ماشي، ده تمام. ودرو وترسم الخزان. بالنسبة للإليفيتد هنرسم الدرو رسم والأوبريشن، يبقى جزء نظري كده، ارسم الخزان وقول إيه خطوات تشغيل. تمام. طب هي المسائل اللي فاتت يا دكتور في مطلوب مش مطلوب مننا رسم فيه؟ لا، ما هو الانتيك انت بتصمم الانتيك عارفينه، الانتيك عارفين الرسم بتاعه زي ما رسمنا في الميد ترم كده. لكن في بالنسبه لل يعني الجزء بقى هيبقى عندك حاجات نظري بسيطه كده، ممكن تجي لك بقى يعني انواع الانتيك، العوامل اللي بتاثر على اختيار نوع الانتيك ده مع مساله الانتيك، الجزء بتاع المعالجة مثلا اللي هو السلو رابيد ميكسينج، اتكلم على الكواجلانت، الكواجلانت ايدز، حاجة زي كده يعني، حاجة والندف والكلام ده. ماشي. يعني
انا اقول لك مثلا انواع المواد الكواجلنت انواعها او انواع الكواجلنت ايه وهكذا، يعني هيبقى اسئله بسيطه. انا اقصد طب يا دكتور الاسئله اللي هي زي الامتحانات اللي السابقه اللي النظري. ايوه الفلتريشن لو اتسالت على الاوبريشن اوف رابيد ساند فيلتر. بلاش الاوبريشن يا دكتور، سؤال طويل قوي يا دكتور والمحابس بتاعته بتلخبط. ما هم اربع خطوات يعني اعرفهم معك. مش بلاش بقى احنا لغينا لكم اللي فاتت كمساله، يبقى دول مع المساله. طب يعني تمام. بس الفلوكليشن والكلام من ده مش يعني في المسالتين بتوع البافلد والخزانة الميكانيكي مش بلاش نرسم فيهم حاجه يعني ما تطلبش مننا فيهم رسم. انت بتحلهم لو انت محتاج في الحل رسم ماشي، مش محتاج خلاص تمام. يا دكتور دلوقتي في الانتيك وبالنسبه للخزانات دول اللي مطلوب مننا رسم، في رسم تاني يا دكتور مطلوب؟ ما هو قال هو تعادل قال لا احنا قلنا الانتيك والسلو مثلا الرابيد ساند فلتر ترسمه وطول خطوات تشغيله، والاليفيت التانك ترسمه خطوات تشغيله. تمام ده كده كويس ماشي، ده اللي مطلوب منك رسم مع الاثباتات اللي الاثباتات بقى. ما انا قلنا الصرف عندك الجزء بتاع ريسيركوليشن الكيو ار ده ممكن يجي لك اثبات كجزء نظري، لكن ما طب في نظري في الـ في الـ في الصرف يا دكتور؟ يعني حاجات بسيطه برضو الطيب اوف وست ووتر انواع مياه الصرف، يعني الحاجات البسيطه اللي احنا مش هنجيب لك شرح، بس في تعريفات كده هتبقى لو بصيت على الامتحانات السابقه هتلاقي حاجات بسيطه يعني. تمام. طب يا دكتور بعد اذنك ممكن حضرتك تنزل لنا الشيتات بس اللي هي بعد البروكوليشن لان هي مش موجوده. هو انتوا شغالين يعني مش المفروض ان المعيدين شغالين معاكم دلوقتي ولا في مشكله في ما هو في مشكله في الشيتات، ما المعيدين معهمش السورس بتاعها تقريبا. ازاي بقى؟ طب ماشي هنحاول ننزل لكم الشيتات ان شاء الله، اكلم مهندس سيد ينزلها لكم. والدرجات برضو يا دكتور؟ الدرجات انا هنزلها لكم على طول دلوقتي. تمام. وعايزين بقى حضرتك بقى في ناس عايزة تعرف حضرتك تكلمهم عن المشروع وكده. المشروع الصحي ايه اللي بيتم فيه وايه اللي بيطلب مننا والنظام فيه ازاي وكده يعني. بالنسبة للمشروع هيبقى تطبيق بقى اللي احنا درسناه في الترم ده، بالاضافة ان احنا ندرس في الترم اللي جاي الجزء بتاع شبكات المياه والصرف. المشروع عباره عن ايه؟ هنفترض ان هناخد مدينه زي الصنطة مثلا، هنقول لك عاوزين نعمل لها شبكات ميه وشبكات صرف، يبقى هنخطط ونصمم شبكات الميه وشبكات الصرف، بنديك بلان مثلا المدينه، بنديك بيانات لها عدد سكانها ولوح لها ونبدا نشتغل. عاوزين نصمم لها محطة مية بكامل وحداتها، محطة تنقية وشبكة مية. المحطة التنقية احنا خدنا تصميم محطة تنقية المية، لو في حاجة انتم مخدتوهاش هندرسها لكم خلال المشروع، يعني حاجات بسيطة كده مخدتوهاش تربط الكلام مع بعض، لكن هو بنفس اسلوب التصميم اللي انتم واخدينه في المية. نصمم انتيك، نصمم السلو ميكسينج، رابيد ميكسينج، فلتريشن، جراوند ستورج. ده بالنسبه للمي. بالنسبه للصرف هنبدا نصمم برضو شبكه الصرف، شبكه تجميع الصرف ومحطه معالجه الصرف. بالنسبه لجزء الصرف في جزء كده ما خدناهوش او الوقت عمل هنشرحه لكم على طول في اول مشروع. المطلوب منا التصميم ونرسم الكلام ده على لوح تنفيذيه، بنعمل نوتة حسابيه للتصميم ولوح للوحدات اللي احنا صممناها. بالنسبه للوح انت مش هتقعد ترسم اللوح من اول وجديد، يعني احنا هنديك لوحه انتيك، هنديك لوحه فلاكوليشن تانك، لوحه فلتر، لوح فلتر،
لوح كذا، هتاخدها وتعدلها وفقا للتصميم اللي انت عامله، الا لو انت عملت حاجه جديده فهنرسمها. خلال العمل في المشروع بنقسمكم مجموعات، يبقى المجموعه 5 أو 6 بيقوموا بنفس بالتاسك ده، يعني 5 أو 6 بيشتغلوا مع بعض. احنا بنبدا الاول بمحطه الميه، محطه الصرف اللي هي محطه تنقيه الميه، محطه معالجه الصرف. على ما نوصل نص الترم نكون خدنا الجزء بتاع شبكات الميه نبدا نعمله، وعلى اخر الترم نكون خلصنا جزء شبكات الصرف نبدا نعمله، يبقى قفلنا المشروع قبل الامتحان. وبعد الامتحان بقى بتقعد يتم رسم كل الوحدات والنوتة الحسابية والكلام. مشروع كويس، انت اللي هتاخده فيه هو اللي بتشتغل بيه بره، يبقى انت هتاخد نفس اللوحات اللي بره، نفس تصميم محطة المية، نفس تصميم محطة صرف، يبقى كأنك شغال في مكتب تصميم بيصمم لمدينة أو حاجة قائمة. يبقى اللي يشتغل في المشروع هياخد يعتبر هيعرف ازاي يصمم، وكأنه عنده خبرة بالموضوع ده. يبقى لو حب خرج يشتغل في مجال المية او الصرف، حب يسافر السعودية او الامارات، هم عندهم المجال ده مطلوب، هيلاقي عنده معلومات تفرقه عن زميله اللي ما دخلش مشروع الصحي. في حد دلوقتي عايز استفسار تاني على المشروع؟ طب ايه البرامج يا دكتور اللي احنا بنستخدمها في المشروع؟ يعني هو احنا بالنسبه عندنا لتصميم شبكات الميه برنامج اسمه الووتر كاد والووتر جيمز. بالنسبه لشبكات الصرف في برنامج برضو السيور كاد والسيور جيمز، دول برامج لتصميم الشبكات. بالنسبة للمحطات يعني ما بندرسش برامج لتصميم المحطات، هو في بعض الشركات بنزلها برامج بفلوس بتنزل، بس ما هيش يعني انت لو قدامك برنامج هتصمم به الشبكات وهتصمم ومحطة، طب ايه هتعرف منين يعني انت لازم هنصمم الحاجة زي ما نقول يدوي. لكن ممكن تصميم الشبكات المياه والصرف دي بتعتمد برضو انك بتعمل تصميم اولي وبعدين تاخد البرنامج تعمل تشيك وتكملة للتصميم بيه. وبرضو هنشرح لكم مثلا الووتر كاد، معانا المهندس سيد يعني راجل خبير في الووتر كاد سيد ماضي، واشتغل فيه بالماجستير وبيدي فيه دورات في نقابة المهندسين، هيديكوا كذا محاضرة فيه ويعلمكوا برنامج الووتر كاد. والسوبر كاد هو نفس البرنامج. طيب يا دكتور، هو كم واحد يخش التصميم الصحي في المجمل يعني؟ هو المشروع بيبقى من 25 ل 30 واحد، يعني اللي هم اللي بيبقوا صحيين. تمام. بيبقى من 25 برضو ل 30 طرق و10 مساحة. ده بالنسبة للقسم عندنا قسم أشغال العام، يعني بناخد 60-70 طالب في المشروع، نفس الكلام الرأي تقريبا، وزيهم يعني بيبقى بيتقسم تلت أشغال عامة وتلت رأي وتلت إنشائي. تمام يا دكتور. الاختيار برضو لو في ناس معها تقديرات بيبقى طبعا بالاختيار التنسيق المشروع بيبقى بالتقدير، لو المشروع اللي معهم تقديرات اختاروا مشاريع تانية بيبقى يعني احنا مثلا كنا في سنة كذا سنة كان اوائل الدفعة والمعيدين كانوا بيتعينوا من عندنا اللي هم بيتخرجوا من المشروع الصحي، في سنوات تانية بنبدأ الناس الاهتمام ينزل بيبقى التقديرات قليلة، يعني حبالنا كذا سنة بناخد تقديرات قليلة، يعني في ناس تقديرات عالية طبعا وفي ناس تقديرات قليلة. تمام. احنا كده بس عاوزين من حضرتك ترفع لنا الدرجات والمحاضرة بتاعت النهاردة. ماشي. انا بعد ما عدل الجزء اللي انا قلت لكم عليه
انا نزلت لكم كان حد طلب المحاضرات اللي قبل كده بصوره قابله للطباعه نزلتهم، وانزل لكم المحاضره دي على طول ان شاء الله. تمام، وبرده تبقى وعايزينها برده تبقى قابله للطباعه دي ان شاء الله. ان شاء الله. واي استفسار او اي حاجه ما يعني ما فيش مشكله، رقم التليفون على الواتس، ابعت لي رساله، ما فيش اي مشكله خلال الفتره اللي جايه. تمام تمام، شكرا. استاذن بس حضرتك يا دكتور ترفع لنا بس الدرجات دلوقتي عشان ايه يعني اول ما نخرج نلاقيها على طول. تمام، ما بلاش. لا ما يهمش، هي صدمه ولا اكتر يعني يا دكتور؟ خلاص احسن من انصدم قبل الفاينل يا دكتور. تمام، انتوا اللي عاوزين كده بقى. ماشي تمام ماشي، يا درجات كويسه عموما يعني كل الحل واخد درجه كويسه.